فحملته فانتبذت به مكانا قصيا مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا عليك رطبا جنيا